اخبار اليوم. لا سعيد طبعا بانتهاء المشكله وعايز اقول ان كل المسؤولين في شركه مصر للطيران وعلى متن الطائره قاموا بواجبهم على اكمل وجه، والحمد لله عوده كل الركاب بسلام لمصر وانتهاء الوضع على خير. وعايز اقول برضو ان احنا اجراءاتنا طبعا هو ثابت حتى هذه اللحظه انه الحزام الاسود ده كان حضرتك ايه الرساله لحضرتك، وبالتالي عايز اقول ان الاجراءات في المطارات عندنا على اعلى مستوى وطبقا للمعمول في الدوله. كان ملاحظ النهارده حضرتك ان في اسلوب جديد جدا في اداره الازمه، كان من اللحظات الاولى كان وزير الطيران موجود، كان سيادتك موجود، كان في اسلوب احنا ما شفناهوش. يمكن لا احنا كنا موجودين في غرفه عمليات مصر للطيران مع السيد وزير الطيران المدني، وكان في بيانات بتخرج عن غرفه العمليات بشكل مستمر وفي توقيتات، وكنا على اتصال بكل الأجهزة، وكنا على اتصال أيضا بطاقم الطائرة، وكان ليه دور كبير جدا بالتنسيق ما بين الجانب المصري والجانب الروسي، وكنا متابعين بشكل مستمر للأخبار اللي كانت بتيجي عن طريق طاقم الطائرة. الحمد لله ربنا كرمنا تقريبا في حدود الساعه 2 انتهت المشكله بالكامل. ايه الرساله اللي بيننا وبين قبرص لتسليم ده؟ طبعا بيخضع عليه الاتفاق بين النائب العام المصري والنائب العام القبرصي فيما يخص التحقيقات وما يخص تسليم خطر الطيارة. شكرا على المطارات يا جماعه عليكم واجهه للعالم بره خالص على الفنان شمس بره. هو هسمع شباب طب ما تيجوا بره. بالنسبه للمختطف الطائره شخصيته ان احنا ما نقدرش، يعني كان من وضع سيادتك ان في استلام نفسي انه يتصور على الطياره، ما نقدرش نستبق الاحداث، لكن نقدر نقول ان هو هيتم التحقيق معاه بواسطه السلطات، وبالتاكيد طبعا بعد التحقيق هتظهر بالظبط طبيعه الموضوع وكان اهدافه ايه واغراضه. وطبعا تعبان برضه تاريخه اذا كان هذا التاريخ يعني ليه سابقه في مثل هذه الامور. بس هيتم التنسيق من يشكر حضرتك.